بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا اجعلنا ممن خلصوا في إيمانهم بك وصدقوا في اعتزازهم بدينك والتزامهم به في صغيرته وكبارته. آمين يا ربنا يا معين. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر سبحانه وتعالى. ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل مظلوما، قتل مظلوم، مش هو تسبب منا حتى قتل مظلوما، فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يوسف في القتل. وليه قبيلته ولا بيته عائلته ولا حاجة هكا، ولا دولته أو حاكمه، ما لا عنده سلطان شرعي بس يختص له. وإذا كان ماشي قصاص نفس بنفس فما دية. وإن اختلف الفقهاء هل دية المرأة تعد دية الرجل أم لا، وذهب مذاهب شتى. فلا يسر في القتل إنه كان منصورا، لأنه ربي وعده بل يكون منصور. لكن يحب يسر في القتل، تواصلك ربي اللي حلك الباب باش تاخذ حقوق المقتول ظلما. انت مش قادر جاو واعتذروا لك اقاربه الكل، كل منتم توم مهدور دمكم عندي الكل، يعني مش نتيكم بعمركم جميعا. احنا ما عناش هذا بالاسلام، ما عناش التطرف في اي شيء الا في حب الله وحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحب كلام الله القرآن العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوانه.